أنا المزارع لؤي نعيرات من قرية ميثلون، راح اليوم أحكي لكم قصتي مع الدجاج الزراعي الآمني. طبعا هاي البذر نضع بكل تقريبا يعني بنحكي حبة بكل عين عشان يصير عندنا شتلي. بعد المرحلة هاي بنقله لمكان اسمه المشتر الزراعي أو البيت البلاستيكي. معدل إن شاء الله 40 يوم هتكون جاهزة للزراعة في الأرض. الفكرة الزراعة الآمنة الإنسان يقتنع فيها شخصياً، كل الزراعة الآن تحكي على المبيدات، لأن هاي أهم مرحلة من ناحية إنتاجية زراعية. فإحنا بنحكي على أي مبيد نرشه على الزراعة الآمنة نعرف وين ترشيناه وأي ساعة رشيناه وين تكتب. لازم يكون عندنا سجلات بنكتب رشينا الدواء في المبيد الفلاني، هذا المبيد أمانه 4 أيام 3 أيام 5 أيام، بعد الأمان هم بنقطف عشان يصل منتج للمستهلك ما في مبيدات. المزرعة بالنهاية هيكون الشغل فيها يعني هيشتغلوا فيها الأولاد أخواتي، أنا هشتغل فيها، فأكون أنا أول واحد بدي أكل منها، أول إنسان هيقطف منها أنا طبعاً. لما أنا أكل إشي آمن وعارف إن أولاد بأكل إشي آمن أنا هكون مرتاح ضميري، منتج آمن عليه رقابة وأقل ضرر صحياً للإنسان على مدى طويل.